مرحبا بكم أطفال في الحلقة 35 من ركن السيارة في مكانها المناسب. إذن على بركة الله سوف نحاول ركن هذه السيارة البيضاء مجددا. شوفوا السيارة، شوفوا الحلاوة. إذن ننطلق، ناقل السرعة إلى الأمام هنا ببطء شديد، توخى الحذر. كدنا نلمس الحاجز، ولكن أصبحنا محترفين في هذه اللعبة. ننظر إلى الأمام هكذا، الفرامل، كدنا نلمس الحاجز الأصفر. شاهدوا المسافة هنا، سنتيمترات قليلة ونلمس الحاجز. ناقل السرعة هنا إلى الوراء أو إلى الخلف بهذه الطريقة مباشرة، ووصلنا. نتابع الحلقة المقبلة أو الليفل 36. شاهدوا معنا المسار مختلف كليا، أين سوف نذهب؟ ناقل السرعة إلى الخلف هكذا، إلى الأمام قليلا، ناقل السرعة إلى الخلف هكذا، ثم إلى الأمام، فرامل، كدنا نلمس الحاجز. إلى الخلف، إلى الأمام قليلا، ثم إلى الخلف، إلى الأمام، فرامل، لمسنا الحاجز. سوف نعيد مجددا، أصبحت المراحل أخطر قليلا. إذن هكذا، نسرع قليلا، نشاهد الخلف، الفرامل، إلى الأمام قليلا، ثم إلى الخلف هكذا، ثم إلى الأمام، أين سوف نذهب؟ هكذا، أين هو المخرج؟ أعتقد من هنا. سوف نصل إلى النهاية. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات القادمة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh.